هذا مو إعلانك المعتاد. هلا والله. أقلطوا من 60 سنة وهذا روتين كسبنا فيها حبكم وثقتكم وكبرنا. هالأرض حضنتنا وحنا حضناها وساهمنا في استدامتها. نحرص كل الحرص إن غذاء دجاجنا يكون متكامل، يعني 100% نباتي، لأن هذا هو ملعبنا. نحب نطور ونتطور، دائم نحسن إجراءات الإنتاج، عشان كذا نجيبها كل مرة. الحين كت سريع، لقطات احترافية. هنا الدجاجة في الفرن، الدجاجة برا الفرن، تحطها على الطاولة والعائلة تتجمع. وهذا هو الإنتاج السعودي. وسلامتكم. دجاج التنمية، ننمي البكرة.